لهذا لابد من طالب العلم أن يؤدي حقوق ستة، ولابد قبل أن يطلب العلم حقوق ستة: حق مع نفسه، وحق مع زميله، وحق مع المكان الذي يدرس فيه، وحق مع الكتاب، وحق مع شيخه، وحق مع العلم. حق مع نفسه: لابد أن تعلم أن العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ظهر على جبريل عليه السلام أثر طلب العلم في نفسه، في لباسه، في سؤاله، في إنصاته. جلس جلسة المتأدب المتعلم، لم يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم. الجن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضروا، فلما حضروه قالوا أنصتوا. موسى عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يتعلم، أراد أن يبين للخضر أنه طالب علم ويعرف آداب طالب العلم، فقال له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: أنا مؤدب، أعرف آداب طلب العلم في نفسي. لم يمد رجليه ولم يعبث في الجوال، وأنت تعرف بعض الناس في الدروس العلمية الذي يعبث في الجوال، والذي يكون متكئ، والذي يمد رجليه، وهذا لا يليق بطالب العلم. سأل ولم يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم، والجن لم يقاطع النبي عليه الصلاة والسلام. في نفسه زهد وورع وقناعة وصدق. لا بد أن يكون طالب العلم صادق ولا يكذب، وتحلى بالرجولة، بالمروءة وغير هذا. مع زميله المؤمن مرآة أخيه، لا بد أن نتعاون فيما بيننا. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتذاكر العلم فيما بينهم: تعال بنا نؤمن ساعة. والمؤمن مرآة أخيه، والصاحب ساحب. مع المكان الذي يدرس فيه، هذا الكلام الذي صدر من الإمام جزاه الله خيرا في احترام بيوت الله، هذا ما يكون للنساء فقط، هذا للكل. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. عمارة المساجد، ظن البعض أن عمارة المساجد تكون فقط في البناء والتشييد والإضاءة والفرش، لا، العمارة إما أن تكون عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية بالبناء والتشييد والنظافة والفرش والإضاءة وغير هذا، والعمارة المعنوية أن نجعل المساجد أماكن يعظم فيها الله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. توحيد والصلاة والاستغفار وقراءة القرآن والمواعظ والخطب والدروس. المكان الذي تضع فيه نعليك تضع معه الدنيا، لا بيع لا شراء. وإذا رأينا إنسان يبيع ويشتري في المسجد ندعو عليه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام: لا أربح الله تجارتك. وإذا جاء إنسان ينشد الضالة في المسجد نقول: لا ردها الله عليك. هذه المساجد لم تبنى للبيع ولا للشراء ولا لإنشاد الضالة أو الرقص أو الأغاني أو ما إلى ذلك، بنيت حتى يعبد فيها الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. خراب المساجد إما يكون خراب حسي، رمي الأوساخ والهدم والتفجير في المساجد، وأعظم من هذا أن نجعل المساجد أماكن للشركيات والبدع والخرافات. حق مع الكتاب الذي يدرس فيه، هذه الكتب يا أخواننا وهذه الطباعة التي تراها الآن في المصاحف، هذه من نعم الله لا تعد ولا تحصى. كان في القديم الناس يكتبون على الجلود، على الأخشاب، على الحجارة ويحافظ عليها، واليوم تجد أن البعض يلقي الكتب والمصاحف ويطأها برجليه، بل بخاصة الكتب التي توزع في المدارس، مع أن فيها التوحيد والفقه والتفسير والقرآن وغير هذا. حق مع الشيخ، انقسم الناس تجاه العلماء إلى طرفين وسط: قسم يسب ويشتم العلماء، وقسم يتمسح ويركع ويسجد، وقسم هم أهل السنة والجماعة. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، لا إفراط ولا تفريط، وسط. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا له؟ لا،
ماذا أراد العلماء منا يا أخوانا؟ العالم يريد منك ماذا؟ يريد منك أن تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر، تذب عن عرض العالم، تدعو له في ظهر الغيب، هذا الذي يريد منك. أما أن تتمسح به لا يمكن يكون هذا حق مع العلم. والحق السادس، قامت عليك الحجة الآن بعلم، فماذا تصنع؟ لابد أن تحافظ على هذا العلم، تراجعه، تذاكره، تعمل به، تدعو إليه.